توقعات برج الميزان ليوم الثلاثاء الموافق 1 أغسطس 1 آب 1/8/2023. هتطلع النهاردة لكل الحاجات الجديدة من خلال مكالمات هاتفية أو تلاقي البعض الرسائل والإيميلات. ممكن يقترح عليك بعض الأشخاص أفكار رائعة جدا لمعلومات اللي بتبقى بتتبادلها، هتأدي لتطور مشترك على المستوى المادي والروحاني. بالنسبة لك عاطفيا، هيشكل النهاردة مفترق طرق في حياتك، لكن مفيش حاجة ممكن تبقى بتنجم عن اندفاعك. هتقتحم ساحات كتير وهتبقى واثق جدا بنفسك. بالنسبة لك مهنيا، حساسيتك الزايدة في الشغل هتجيب لك شوية متاعب. خليك حريص انك تبقى هادي متزن وتتعامل مع كل زملائك في الشغل. بالنسبة لك صحيا، هتتريث في بعض الحاجات قبل الموافقة على انك تخضع لعملية جراحية ممكن تعتبر دقيقة جدا ولابد منها في الفترة دي. بالنسبة لحركة الكواكب النهاردة، هتبقى مزدحم فلكيا، بيحدث البدر في برج الدلو في المساء وهتبقى وقت للذروة. شخصية مكثفة مش هتكتفي بكونها بتفخر بواحدة من الاشخاص اللي بيبقوا مهمين. هتبقى النهاردة بتقدر الاستقلال وروح الفريق والمجتمع والجماعة هتبقى مهمة جدا في يومك. هيحدث البدر النهاردة اعلانات وتدفق هيبقى خادم جدا ليك. هيضيء مشاعرك ومواقفك وكل الظروف اللي بتبقى دفنت قدامك هتتغاضى عنها. هنبقى بنصحى على الحاجة للأشخاص اللي حوالينا عشان نستجيب للدوافع الإنسانية. الجوانب اللي بنبقى بنتكلم عنها هتحصل حول اكتمال الأمر. هيبقى عندنا قوة أكبر من اللي احنا متعودين عليها طول عمرنا. هيشكل المريخ ثلاثي مع كوكب المشترى وهترفع كل ده ثقتنا وإيماننا وحماسنا بنفسنا. رغبتنا في الحرية هتبقى قوية جدا وبنفس القدر هتبقى في ظل تأثرات كتيرة أصبحنا فيها وهتبقى أكتر حسم وعندنا روح مبادرة. الوقت مناسب لو حبينا نفكر في خطة جديدة أو تحدي مثير. كل ده هيدفعنا النهاردة إننا ناخد إجراءات نحسن بيها حياتنا. الظروف هتبقى اللي بنحتاجها نخفف من كل طاقتنا عشان نخطط بشكل كويس ونفكر في مصلحتنا. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.